والناس. الآن موجز الأنباء هنا القاهرة. سيداتي أنساتي سادتي، خالص تحياتنا التي لا تعد ولا تحصى، وإليكم العناوين. الاستشعار من البعد تبحث التعاون مع مركز تحسين الذرة والقمح للهند. تفاصيل الأخبار بعد الفاصل. إليكم تفاصيل الأخبار. استقبلت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة وفدا من المركز الدولي لتحسين الذرة والقمح من جمهورية الهند، وتناول الاجتماع استعراض أهم التحديات التي تواجه الزراعة في مصر، بما في ذلك مشكلة ملوحة التربة وتأثيرها السلبي على الانتاجية الزراعية. واتفق الطرفان على تنظيم ورشة عمل مشتركة، حيث سيتم دعوة الجهات المعنية والمهتمة بالقضية للمشاركة وتبادل الخبرات والتجارب نجح في هذا المجال. جاهزة يا رئيس الهيئة، أنا بحييك. إيش معنى؟ بستشعر عن بعد بس مش لاقي ديك. ما تيجي عندي يا دكتور يا بركة. إيش معنى؟ نعمل يا أخويا ورشة عمل مشتركة. هروح الهيئة جري يا أخواتي. إيش معنى؟ هقابل الدكتور وأعرض عليه خبراتي. ديكي مهموم وقاعد جنبي. إيش معنى؟ أصله خايف يبقى له تأثير سلبي. في نهاية النشرة إليكم أهم ما جاء بها. الاستشعار من البعد تبحث التعاون مع مركز تحسين الذرة والقمح للهند. يحفظكم الله في رعايته، وإلى اللقاء.